12 سنة. 12 سنة؟ ايه. قديش كان عمره؟ 8 سنين. قديش عمره؟ 8 سنين. 8 سنين. طفلين 12 سنة و8 سنين تعرفوا على بعض. بتعرفوا على بعض لا؟ ليتزوجوا. ليتزوجوا. بتعرف شو ليلة الدخلة؟ يعني تزوج ليش ما بعرف يعني؟ تعرف. هي كانت تعرف؟ أكيد. مين خبرها؟ هو. أنت خبرتها؟ أكيد. يعني شوي شوي تعودنا. خبرتها أيمتى؟ خبرتها بالليلة؟ خلال الخطبة نقعد سوا، بنحكي، نتفاهم، هيك شيء. أهلك شو قالوا لك لما قلت لهم بدك تتزوج أنت طفل صغيرة وأنت بعدك طفل؟ قال لي إنه بدنا نزوجك. قلت له طيب إيه ماشي موافق. فقال لي بنت عمك. قلت له إيه ما عندي أي مشكلة. لما رحتوا عند الشيخ، الشيخ عم بجوز طفل وطفلة، الشيخ شو كان موقفه؟ عادي. عادي شجع؟ ما حكي شيء بس إنه عادي. أبداً ما قالكم إنه هيدا الشيء بكير لازم تنطروا، أنت منك مهيأ، هي بعد جسمها بيحمل، أنت بعدك طفل، أبداً ما قالكم أي شيء هيدا الشيخ، هيك فرد مرة يلا طخ طخ يلا تجوزوا، طفلين تجوزوا كأنه يلا بنجوز بنجوز. تحية لهيدا الشيخ يعني ما. تحية لهيدا الشيخ. أنت مبسوطة بحياتك الزوجية حلا؟ شو يعني حياة زوجية؟ طفلة عمرها 13 سنة، شو بتعرف عن حياة الزوجية؟ نهارك شو بتعملي الصبح؟ لما أنت توعي من النوم الصبح شو بتعملي؟ بتفيقني على الشغل. عم بتفيقك على الشغل؟ بتعمل لي ترويقة هيك. بتعمل لك ترويقة وبعدين؟ بعدين تصير تشتغل بالبيت هيك. بتنظف البيت وبتكنس البيت وبتطبخ لك؟ بتنطرني لحتى أجي. ولما بتجي؟ لما بتجي بتحط لي الأكل، بتغدى، باكل، غير لي ثيابي، بتحمم، هيك شيء. وشو بتحضروا سوا؟ سين والفار. ايه بتحضر توم اند جيري؟ طيب هيك بيخلص نهاركم؟ يعني بنروح نتسلى عند اهلها، انا واهلي بالبيت مع ساكنين سوا بنفس البيت. هيك مبسوطه يا حلا كل نهار بتوعي الصبح بتفيقي بتعملي ترويقته بتخلصي البيت بتطبخي بتنطري بيجي بتقعدي معه وبتنامه لتاني نهار. ما بتحب تكفي مدرسه؟ بدك تحبلي هلا او بدكم تنطروا شوي؟ هلا ناطرين. عم تاخذوا احتياطات او لا؟ لا. وإذا حبلت؟ حبلت حبلت. أنت بدك تحبلي أو لا؟ هلا. ليش؟ هلا ما في شيء. ما في.